يلا نضحك يلا نرنم ضحكة وترنيمة يلا 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 نلعب يلا نصلي جديدة وقديمة نتعلم منها محبة الله وكل الناس منصلي معكم من كل قلبنا بكل إحساس ضحكي 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 وترنيمة ضحكي 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 وترنيمة مرحبا أحباء الأطفال وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ضحكة وترنيمة. اليوم أحباء الأطفال وأنا برتب في ورائي لقيت ترنيمة حلوة كتير 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 تعلمتها في مدرسة الأحد، اسمها ربي أنت طريقي. قبل ما أبلش العزف والترنيم خلينا نشوف أصدقائنا أمير وأميرة وفرفور، كيف حالكم؟ مرحبا. مبسوطين؟ شو أخبار؟ مبسوط كمان. تعرف ليش؟ ليش يا أمير؟ بجنن شعراتك حلوات مزبوط، هلا انتبهت، شفت مشطة. برافو عليك برافو عليك. بتعرفوا ترنيمة ربي أنت طريقي؟ أنا بعرفها. نعرفها منعرفها. طيب جاهزين رتل؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاث. ربي أنت طريقي في معتر الحياة، برافو. هي جديدة بجوز زمان ما رتلناها، بس كمان مرة شو رأيكم نسويها مع حبان الأطفال ويشاركونا الترنيم؟ جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. ربي أنت طريقي في معتر الحياة، ربي أنت رفيقي عند ساعة الممات، أنت وحدك مصدر الهنا. هاللويا
برافو عليكم، شكرا يا امير، حاولت ساعدتني كثير. كيف صوتك هلا؟ سلامتك. طيب هلا وقت برنامجنا خلص، صار لازم نودع احبائنا الاطفال. اوكي خلينا نقول لهم باي.